صباح الخير، أردت أن أقول لكم في هذا الصباح ألا تيأسوا إذا أخر الله عنكم ما تحبون، ولا تتأذوا من مرارة القدر، ولا تحزنوا إذا أجبرتم على تعايش وضع قد يؤلمكم، بل اصبروا وابتسموا، فالله سبحانه قال بكل رحمة إن مع العسر يسر. الله يدبر لكم في الغيب أمور لو علمتموها لبكيتم فرحا، فهونا على قلوبكم وأبشروا.